السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة معادلة كلية التجارة. معكم محمد نور الدين الغندور. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم على الجزء الثاني من المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا. يا مستر، الجزء الأول فين؟ الجزء الأول أنا نزلته يا جماعة وناس كتيرة شافته، واللي ما شافوش ممكن يرجع يشوفه بسرعة. الجزء الأول يا جماعة إحنا حطينا فيه ربع أسئلة الامتحان. إيه ده ربع أسئلة الامتحان؟ إزاي يعني؟ السنة اللي فاتت يا جماعة كان فيه 80 سؤال زي ما أنتم عارفين، معدل 22، جه 20 سؤال منهم في السكان. يعني ربع الامتحان تقريبا كان سكان، ما يقرب من 20 او اكتر من 20، يعني من ايه يعني، كان العدد الاسئله كتيره جدا في السكان، اكتر من 20 في بعض النماذج كمان، فناخد بالنا بعض الفترات يعني. عارفين كان في 4 فترات السنه اللي فاتت. طيب السكان دوت احترمناه احترام خاص، عملنا له مراجعه مخصوصه ليه، فالناس ترجع تشوفه لانه مهم جدا، واللي هيشوفوا الفيديو بتاع مراجعه السكان مش هيحتاج اي معلومه ثانيه خلاص بقى، لان هو كان شامل كامل بكل التفاصيل الخاصه بالسكان. اللي ما شافوش ممكن يرجع يشوف طبعا، والناس اللي شافته تقدر ايه، تقدر تبقى يعني يبقى تمام كده وتخش على الجزء الثاني على طول. تمام. طيب يا ترى لو حد عايز يشوف الجزء الثاني الاول اللي احنا شغالينه مفيش مشكله، لان احنا هنتكلم دلوقتي على ليه، على الطبيعي يعني، انا هتكلم على الجغرافيا الطبيعيه اللي هي الفصول الاولانيه اللي هي ايه، اللي هنتكلم دلوقتي على موقع مصر. تمام، تعالوا نشوف كده مع بعض موقع مصر، الصحراء الغربيه، الصحراء الشرقيه، وشبه جزيره سيناء. هنتكلم يا جماعه طبعا، هنحل اسئله، والحاجات اللي واقفه قصادنا هنبتدي ايه، نتناولها مع بعض ان شاء الله. تمام. طيب اولا بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هنبدا كده مع بعض الاسئله. طبعا يا جماعه مش محتاج ان احنا نوصي قبل ما نبدا الاسئله كده، واحنا نازلين بننزل كده الناس تشير الفيديو في كل الاماكن وكل مكان عشان تنشر الفايده لايه، لزمايلك. الناس كتيره قوي، بقابل ناس كتيره في اكتر من جروب، احنا تايهين في الجغرافيا، احنا تايهين في الجغرافيا. انت يعني شاور للناس على الحل، هو بس يشوف الفيديو الاول وكمل معايا ان شاء الله فيديوهات المراجعه الباقيه. طبعا لو عنده وقت واشتغل طبعا انتوا عارفين اللي متابعني من قبل كده، انا شغال فاست فاست بالاسئله بتاعته. يعني تقريبا اللي راجع معايا مراجعه محترمه كده وماشيه معايا فاست فاست، ده هيبقى ان شاء الله يجيب، مش عايز اقول ينجح بس يجيب الدرجه النهائيه ان شاء الله. تمام. طيب انا دلوقتي، طيب الناس اللي تايهه تنبهها بايه، او حد اي حد تايه بيسمعني دلوقتي، شوفوا الفيديوهات المراجعه معايا، شوفوا الفيديو الاول اللي احنا شفناه مع بعض. تمام. الفيديو الثاني بتاع المراجعه، تمام، اللي هو اللي احنا شغالين هنشتغله مع هنشتغله دلوقتي يا جماعه، الفيديو الاولاني بتاع المراجعه والفيديو الثاني الاولاني ده كان عن السكان، الفيديو الثاني هيتكلم على ايه، الجانب الطبيعي اهوت، معظم الجانب الطبيعي. الفيديو الثالث بعد كده ان شاء الله هيتكلم على حاجه مهمه جدا 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 جدا، حاجه جت السنه اللي فاتت في الامتحان رغم ان هي كانت ملغيه. سامع حد بيقول اهوت الحاجات بتاع ايه، حوض النيل، هقولها ان شاء الله في الايه، في المراجعه الثالثه ان شاء الله، وهنبه الناس عليها ان شاء الله بشكل واضح جدا. بس خلينا النهارده بقى دلوقتي ان شاء الله نتكلم على ايه، على الفيديو الايه الخاص بينا دلوقتي. تعالوا نبص مع بعض، تبلغ مساحه المناطق الصحراويه في مصر. طبعا انا هبقى اسرع شويه هنا عشان نحل اكبر قدر ممكن من الاسئله. بيقول لك انا يا جماعه تبلغ مساحه المناطق الصحراويه في مصر 95%. طيب كويس، ايه ده يعني 95% مساحه مصر؟ اللي هي مين بقى، عشان مش هقولهم تاني لو جم، محافظات الحدوديه. مين المحافظات الحدوديه ديت؟ اللي هي مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء. تمام. انتزع نهر النيل. تمام. طبعا المحافظات الحدوديه ديت اللي هم الخمس محافظات دول عايشين منه، عايشين فيهم 1.8% من سكان مصر بس، تخيلوا. انتزع نهر النيل من مساحه مصر 5% اللي هي الوادي والدلتا وقابلته، 5% بس اللي هو ايه، بدأ الناس ايه ساكنه فيها، حتى الناس كلها ساكنه فيها. تمام. او معظم الناس اللي هو 98% من السكان عايشين في الحته دي، ال 5% دول. تمام. طيب جميل قوي. تقع مصر شمال دائره، طبعا دائره الايه، الاستواء، دائره الايه، الاستواء. تقع مصر شرق خط جرينتش، شرق خط ايه، جرينتش. السؤال ده يا جماعه في ناس كتيره ايه ما بتاخدش بالها منه. تمام. عندنا في الكتاب مكتوب، انتوا عارفين ان مصر تقع في ايه، في حاجتين، اقليم الصحراوي واقليم ايه، واقليم البحر المتوسط. طيب ساعات بقى يجي يسال على ايه، طبعا ما بين دايرتي عرض زي ما احنا عارفين، 22 شمالا، 31 ونص شمالا، او 31 درجه و36 دقيقه شمالا. تمام. ثواني بس اجيب الخريطه. تمام يا جماعه، دي خريطه مصر اهي، بسرعه اجيبها قدامنا. لاحظوا معايا كده يا جماعه، مصر تقع من دايرتي عرض 22 شمالا، 31 درجه و36 دقيقه شمالا، اللي هي الحته دي برضه. تمام. وتقع بين خطي طول، عشان مش هقولهم تاني كمان شويه، 25 شرقا اهيت، طبعا دي 26 شرقا، احنا 25 شرقا، لغايه 37 شرقا. تمام. شرق طبعا، شرق مين؟ شرق خط جرينتش. وشمال مين؟ شمال خط ليه؟ الاستواء. جميل جدا السؤال اللي احنا لسه قايلينهم ده. طيب جميل، السؤال اللي بعده، يمتد الاقليم نقط بين 30 و45، ده اقليم البحر المتوسط، اقليم البحر الايه؟ المتوسط. تمام.
طب يمتد الاقليم الصحراوي ما بين كام؟ هو الصحراوي ما بين 18 و30. ناخد بالنا المعلومتين دول ساعات بيتسالوا، تمام. ومصر تقع ما بين اقليمين، مين؟ اقليم الصحراوي والاقليم البحر الايه المتوسط، تمام. جميل جدا. طيب السؤال اللي بعده، من المراكز العمرانيه على ساحل البحر المتوسط. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الناس كلها عايشه بالقرب من الوادي والدلتا المخفض الفيوم. معظم الناس عايشه في الوادي والدلتا المخفض الفيوم، وفي بعض المناطق بقى الايه اللي موجوده في المحافظات اللي انا قلت عليكم الصحراويه دول. فهو بيقول لك ان هو بقى يوجد، السؤال هنا، من المراكز العمرانيه على ساحل البحر المتوسط اللي هي في محافظه، بيتكلم هنا قصده على محافظه مرسى مطروح. طبعا عندنا مين؟ عندنا العلمين. لو جبت كده الخريطه، تمام، ادي العلمين هتلاقيها في الحته اللي فوق ديت، تمام كده يا جماعه. طيب من المدن الموجوده على البحر الاحمر، طبعا محافظه البحر الاحمر في الحته ديت، تمام كده. طيب هنا فين المدن الموجوده؟ طبعا سباغة والقصير والايه غردقه تبع عشان لو جت ايه. طب من المدن الموجوده في جنوب سيناء عندنا الطور وايه وشرم الشيخ، تمام. طب من المدن الموجوده او من الـ من من المناطق اللي الناس عايشه فيها يعني في الصحراء الغربيه، عندنا هنا اهوت ايه، عندنا واحه الخرده والدخله والفرافره اللي هي الواحات ديت وسيوه، تمام، اللي هو موجود عليها ايه زي ما انتم شايفين كده اللون الاخضر، تمام، الحته دي طبعا قطره فاضي ما فيهوش حاجه. يبقى هو هيسالني على الحاجات دي دلوقتي. من المراكز العمرانيه على ساحل البحر المتوسط طبعا يبقى مين؟ العلمين. طب من المراكز العمرانيه في سيناء، مين؟ في سيناء يبقى مين؟ احنا لسه قايلين دلوقتي في سيناء قلنا عندنا دهب، تمام، دهب موجوده فين؟ في سيناء. يبقى عرفنا كده يا جماعه على البحر المتوسط عندنا مين؟ عندنا العلمين، والمراكز العمرانيه في سيناء عندنا دهب وشرم الشيخ، تمام. طب من المراكز العمرانيه في الصحراء الغربيه عندنا الخرده بقى، تمام، احنا لسه حد شايفينها على الخريطه بقى. لولا نهر النيل لكانت امتداد مصر، لكانت مصر امتداد ليه؟ للصحراء الكبرى، يعني كان هيبقى امتداد صحراء كبرى فقط، ما كانش هيبقى ايه؟ ما كانش هيبقى فيه ايه؟ نهر النيل. لو ما فيش نهر النيل كان هيبقى امتداد للصحراء الكبرى بس، تمام؟ طيب لكن نهر النيل قطع بقى الصحراء الكبرى. الاجزاء الشماليه لمصر تسقط عليها الامطار في فصل الشتاء طبعا. الاجزاء الشماليه في مصر في فصل الشتاء، حتى ايه بنلاحظ ايه؟ ان في اسكندريه بقى الشتاء بيبقى ايه؟ المطر بيبقى كتير. تعالى نشوف كده الحدود بتاعتنا بتاع مصر يا جماعه، الحدود الشماليه البحر المتوسط عشان تيجي في الاختيارات دلوقتي. البحر الاحمر وخليج العقبه وفلسطين الحدود دي شرقيه، طبعا كده ده طبيعي وده ايه بشري، اللي فوق دوت طبيعي بس. الحدود الغربيه ديت ايه؟ بشريه او بنقول عليها هندسيه، تمام، مع مين؟ مع ليبيا، مصر وليبيا. والجنوبيه دي مع مين؟ مع السودان، برده ديت ايه؟ بشريه او هندسيه، يعني ماشي مع خط ايه؟ مع دايره عرض او خط عرض كام؟ 22 شمال، تمام؟ طيب ناخد بالنا الحدود برده الجنوبيه دي اتعملت 1899، تمام؟ الحدود الغربيه دي اتعملت 1925، ودي احدث حاجه. وديت 1906 مع فلسطين، تمام؟ طيب جميل. هنا كانت ما بين مصر وكان ايه بريطانيا تمثل ايه السودان. هنا بريطانيا في مصر وكانت مع مين؟ مع ليبيا بتمثل ايه؟ قصدي ليه ايطاليا تمثل ليبيا، كانت ساعتها محتلاها يعني. وهنا كانت الدولة العثمانية مع مين؟ مع بريطانيا، تمام كده؟ يبقى كده احنا عرفنا كده التفاصيل بتاع الحدود دي عشان هنيجي نسألها. طبعا الحدود الشمالية بتبدأ هنا من ايه؟ من عندنا رفح لغاية السلوم، تمام؟ هنلاحظ هنا يا جماعة في الحدود الشرقية ديت من أول رفح هنا لغاية طابة، تمام كده؟ طيب جميل جدا. تعالى نبص مع بعض باقي الأسئلة. عندنا بعد كده بيقول لك لولا نهر النيل لكانت مصر، احنا قلناها دي خلاص. قلنا اللي بعدها يحد مصر من الشمال مين؟ البحر المتوسط. يحد مصر من الشرق مين؟ البحر الأحمر وخليج العقبة وفلسطين. يحد مصر من الغرب مين؟ ليبيا. الموقع بالنسبة لطول دوال العرض مين؟ طبعا موقع الإيه؟ الفلكي. الموقع بالنسبة لليابس والماء أو الأماكن المجاورة مين؟ ده هنسميه موقع إيه؟ موقع جغرافي. تقع مصر شمال شرق إيه؟ أفريقيا. تقع مصر بين دايرتي عرض 22 شمال و31 درجة و36 دقيقة برضه شمال. تقع مصر بين خطي لي طول كام؟ 25 و37 شرق. تمتد مصر فين؟ في 10 دوائر عرض. تبدو الصحراء الشرقية، بيتكلم عن الصحراء الشرقية، أقرب إلى الشكل الشريطي. تمام؟ إحنا قلنا إن إحنا هنراجع الأربع إيه؟ الأربع فصول الأوائل. مساحة الصحراء الشرقية كام؟ 681,000. من أودية الصحراء الشرقية الاختيار الأولاني، وادي إيه؟ وادي الحمامات والشعيبات والعلاقة. تتواجد هضبتي الجلالة البحرية والجلالة القبلية في الصحراء الشرقية. تعرف كده في الاختبار بتاع السنة اللي فاتت. تبلغ مساحة الصحراء الشرقية، احنا قلناها دي خلاص. تمثل قد ايه من مساحة الصحراء الغربية؟ تمثل تلت الصحراء الغربية، لأن الصحراء الغربية 681,000 والصحراء الشرقية 223,000، فالصحراء الايه؟ الشرقية تلت الصحراء الغربية. طيب جميل. طيب الصحراء الشرقية احنا قلناها يا جماعة ايه؟ شريطية، تمام؟ شريطية طولية، تمام؟ شريطية ايه؟ طولية، تمام كده؟
طيب السؤال اللي بعده، يزداد عرضها فين في الجنوب؟ اه يعني اقصى عرض ليها بالمناسبه في الصحراء الشرقيه هنا، بص كده جبنا كده اقصى عرض ليها الحته دي تمام، اللي هي كام؟ 560 كيلو. طبعا هو بيتكلم على الصحراء الشرقيه بس، الحته دي 650 كيلو، لكن كل ديت من اول هنا لغايه هنا ده كام؟ اللي هو ايه الحد الجنوبي كله 1250 كيلو. جميل، الارقام دي مهمه. طيب اكمل، تنقسم الصحراء الشرقيه الى ايه؟ الى عندنا يا جماعه كام قسم؟ طبعا يا جماعه هي ايه؟ ثلاث ايه؟ اقاليم طوليه، ثلاث اقاليم ايه؟ طوليه. اقليم جبال البحر الاحمر على شكل طبعا على شكل ايه؟ مثلث، على شكل ايه؟ مثلث. ده بالنسبه لاقليم جبال بقى ايه؟ البحر الاحمر. طيب تمام، وكمان بيتكلم هنا مساحته قد ايه يا جماعه؟ كام كيلو متر مربع؟ طبعا 8.5 يا جماعه، 8.5. طب اعلى جبل في الصحراء الشرقيه طبعا جبل الشايب، ارتفاعه 2183 متر تمام. طيب او ممكن تلاقي 2182 او 2184 تمام، كله ده مش ايه الواحد متر ده مش هيقول حاجه يعني، شايف تمام. اقليم السهل الساحلي، كلام على اقليم السهل الساحلي يا جماعه بيقول لك هنا سؤال فين؟ اقليم السهل الساحلي للبحر المتوسط اتساعه قد ايه؟ 5 كيلو يا جماعه كده، السهل الساحلي للبحر الاحمر 5 ايه؟ 5 كيلو تمام. طيب ثواني بس اوريكم الكلام دوت على الخريطه بسرعه، بس بالنسبه للصحراء الشرقيه انا جبت كده الخريطه الاقسام بتاع الصحراء الشرقيه، تعالى نشوف كده مع بعض. ادي الصحراء الشرقيه اهي، بصوا معايا كده يا جماعه، دي جبال البحر الاحمر تمام، وعندنا لو لاحظنا هنا عندنا ايه؟ هضبه المعازل ومنطقه الهضبه، وهضبه الايه؟ العبب تمام، وادي السهل الساحلي او النطاق الساحلي اللي بيقول عليه هو ده تمام، اللي هو ايه؟ اللي هو اللي ما بين الايه؟ ما بين الجبال وما بين البحر تمام كده يا جماعه. طيب جميل جدا تمام. طيب تعالى هنبص مع بعض بعد كده السؤال اللي بعده. طبعا الارقام دي يا جماعه بالالف، يعني انا المفروض نضيف ايه؟ 1000 تمام كده. طيب سواء ديت او حتى اللي فوق هنا تمام كده، طيب اللي هو اقليم جبال البحر. اكمل بعد كده، يوجد في السهل الساحلي للبحر الاحمر رؤوس ارضيه منها راس بناس، شايفين الخريطه برضو، ادي راس بناس اهي، دي راس بناس. ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه ايه من راس بناس، وكل شويه يعني راس يعني بروز من الارض داخل جوه الميه، دي واضحه جدا. عندنا برضو في راس اسمها غمصه وراس ابو سومه، الثلاثه دول موجودين على البحر ليه؟ على البحر الاحمر تمام. طب عشان بالمره بقى نقول على البحر المتوسط، في عده رؤوس ثانيه على البحر المتوسط. نلاحظ يا جماعه على البحر المتوسط هنا راس الحكمه، راس عالم الروم، راس الطبعه تمام. عندنا برضو في راس هنا البرولوس، في راس هنا رشيد، راس دمياط تمام. دي عده رؤوس على البحر الايه؟ الاحمر، عشان بس نبقى مميزين ما بينهم، عشان لو جم تاني مش هقولهم تاني بقى ايه؟ نخش على بعض. طيب بعد كده يا جماعه، من هضاب الصحراء الايه؟ الشرقيه عندنا مين؟ العبابده ولا ايه؟ والمعازف احنا سالينها، هضبه العبابده مساحتها قد ايه يا جماعه؟ 1000 كيلو متر مربع، 70000 كيلو متر مربع تمام. طب ارتفاع هضبه الجلاله القبليه كام يا جماعه؟ 1462. طب وارتفاع الجلاله البحريه؟ 1274. طب وارتفاع طاقه؟ 870. صوره من صور، هو صوره من صور ايه؟ من صور جلال السطح الفصلي الربيع والخريف، ده مين؟ السيول، ده ايه؟ السيول. تبلغ مساحه طبعا الصحراء الشرقيه احنا قلنا 223000 كيلو، تمثل 22% و22 و3% تبلغ مساحه الصحراء الشرقيه. قد ايه يا جماعه الشرقيه من الصحراء الغربيه؟ احنا قلنا ثلث. طيب تمثل قد ايه من مساحه مصر؟ مصر حوالي مليون، وهي 223000، يعني حوالي ربع، يعني هي ربع مساحه مصر وثلث مساحه الصحراء الغربيه. امتد الصحراء الشرقيه من الشكل يعني شكلها ايه؟ طبعا ايه شكلها؟ ايه شريطي تمام، بالشكل الشريطي تمام كده، انا مش هعدل دلوقتي تمام. يبلغ تمام كده يا جماعه، تبلغ ما مساحه اللي احنا قلناها خلاص، احنا بنقول لك ايه؟ تبلغ مساحه الصحراء الشرقيه، قلناها برضه تمتد الصحراء الشرقيه على شكل شريطي، يبلغ عرض الايه؟ الصحراء الشرقيه بين القاهره والسويس 120 كيلو يا جماعه، وده اقل عرض، ناخد بالنا اقل عرض للصحراء الشرقيه تمام. حتى لو انت جبت الخريطه كده هتبان اول فكره دي تمام، ادي منين؟ من السويس للقاهره، ده اقل عرض تمام، 120 كيلو. جميل جدا. طب اللي بعدها من هنا بين هنا وساحل البحر الاحمر 150، على فكره اللي فوق دي ممكن تيجي صح وغلط، حته الاقل عرض دي. يبلغ عرض الصحراء الشرقيه في الحدود السودانيه قلنا 560 كيلو، ده خليها 560 عدلها بالمره، 560 كيلو يا جماعه. طيب جميل. طيب اللي بعدها، يزداد عرض ايه الصحراء الشرقيه كلما اتجهنا شمالا تمام، تمتد ليه؟ كلما اتجهنا جنوبا معلش، بعد كده يا جماعه تاني،
كل ما بتجد جنوبا عرض الصحراء الايه الشرقيه بيزداد كل ما انزل لتحت يعني، بس انا خدت بالي تمام. طيب بعد كده يا جماعه تمتد الصحراء الشرقيه بين دائرتي عرض، اه بيكلمنا على دوائر العرض بقى. الصحراء الشرقيه تمتد بين دائرتي عرض كام وكام؟ الاجابه يا جماعه 22 و30 ونص، او يبقى 22 هنا تمام. طب السؤال اللي بعده بيقول لك تمتد ايه الصحراء الشرقيه بين خطي طول 31 وخمس يعني 31 درجه وخمس ايه خمس دقائق الى 37 شرقا، الى 37 ايه شرقا. طب السؤال اللي بعده حته الصحراء الشرقيه طبعا من ايه؟ من الشمال وادي الطميلات، من الشمال وادي الايه؟ الطميلات تمام جميل. طب السؤال اللي بعده حته الصحراء الشرقيه من جنوب السودان، حته الصحراء الشرقيه من ايه؟ من الشرق وادي النيل تمام. يعني الصحراء الشرقيه يحد الصحراء الشرقيه من الشرق وادي النيل، يحد الصحراء الشرقيه من لا الغرب، الغرب وادي النيل تمام. بص كده معايا يعني ده ايه، ادي الغرب اهو يا جماعه، ادي الصحراء الشرقيه بيحدها من ايه، من الغرب وادي النيل، يبقى الاجابه هنا ايه الغرب. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا يا جماعه يحد الصحراء الشرقيه من البحر الاحمر والبحر وخليج السويس، وقناه السويس ده من الشرق جميل. تنقسم الصحراء الشرقيه احنا قلناها دي مش هقولها تاني تمام، قلنا لها ثلاث اقاليم. تنقسم الصحراء الشرقيه ثلاث اقاليم طوليه، تنقسم الصحراء الشرقيه الى ثلاث اقاليم ايه هم كلهم كل ما سبق، تمتد على شكل مثلث قلنا ايه 8.5 الف كيلو تمام اللي هو ايه؟ دي قلناها دلوقتي مش كامل بقولها بسرعه. تتكون جبال البحر الاحمر رغم سكون ناريه، اه زمن الارك على فكره السؤال ده مهم. يقول لك جبال البحر الاحمر او جبال جنوب سيناء اتكونت امتى في الزمن الارك؟ تعرضت جبال البحر الاحمر للتصدع في الزمن ايه؟ الثالث تمام؟ على ما اذكر في سؤال منهم جه في الامتحان بتاع ايه السنه اللي فاتت. يوجد جبال البحر الاحمر العديد من المناجم والمحاجر وبها معادن كل ما سبق. جبال البحر الاحمر انكسارية مثل جبل طبعا ايه كل ما سبق. جبل علبه، جبل علبه تمام؟ جبل علبة ماله يا جماعة؟ جبل علبة من جبال البحر الايه؟ الأحمر، ويوجد في جنوب شرق مصر، جنوب شرق مصر، اه خد بالك عشان جبل علبة دوت بيلخبط شوية، جبل علبة هو اللي تحت ده شايفين حتى مكتوب اسمهم جبل علبة. وقلنا الحتة ديت نقولها بالمرة دي، الحتة ديت المفروض إنها الحتة دي تبع الايه؟ تبع الحدود. الحتة دي يا جماعة ايه في جبل علبة موجودة المفروض إنها غنية بالايه؟ بالثروات المعدنية وفيها ايه؟ وفيها أمطار وكده، تمام؟ الحتة بتاع جبل علبة دي. طيب بالمناسبة بقى كان في ايه بيننا وبين السودان، طبعا ايه بيننا وبين السودان كان ايه؟ كان ايام يعني كان بريطانيا كانت محتلة مصر والسودان، فكان اكنهم حاجة واحدة. فكان يا جماعة هنا كان في هنا هو في مش الحتة دي فيها مشكلة سياسية او مشكلة قصدي حدودية تمام. ونلاحظ هنا برضو في الحتة دي حاجة اسمها مثلث بردوزوبا. ثواني كده احاول اجيب لكم خريطة اوضح او احلى شوية. الخريطة يا جماعة بصوا كده معايا، ادي دي يا جماعه ادي خريطه، دي خريطه مصر والسودان تحت، ادي ايه دي ايه مثلث حلايب او بنقول عليه جبل علبه في الحته ديت تمام. دي الحته ديت غنيه تمام، والحته دي بردوزوجا اهي. طب ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل لك في الوقت ده كان وقت الكلام دوت في اخر القرن يعني اوائل القرن اللي فات تمام. كان ايه اللي حصل؟ الحته ديت يا جماعه كان فيها خير كتير، وفي هنا لما جيت قسمت الحدود اتعملت الحدود ما ترعاش فكره الايه القبائل اللي هنا. في قبيله هنا في السودان اسمها بشريه واغلبيتهم سودانيين. طبعا لما اتعمل الحدود هنا وكان موجود الحته ديت كانت ايه؟ كان في اراضي سودانيه تبعها، وفي او مش اراضي سودانيه بقى، في قصدي قرايب ليهم تمام. ففي بعض القبائل البشريه موجودين هنا، فانت كده فصلت ليه؟ فصلت القرايب عن بعض. طيب فهم اقترحوا انه يعمل حاجه اسمها حدود اداريه، مش حدود سياسيه بقى، حدود اداريه. الحدود الاداريه دي تبقى الحته دي تبع السودان اداريا بس ايه، بس سياسيا تبع ايه؟ تبع مصر. وبرده نفس الكلام في بردزوجا، بردزوجا ده كان اغلبيه فيه طبعا ده فقير بقى، بس الاغلبيه فيه تبع قبيله الايه؟ العبابده. يعني في العبابده معظمهم مصريين، البشريه معظمهم سودانيين، وجزء منهم فين؟ في مصر. فعشان كده ايه؟ خلاص قال لك دي تبقى حدود اداريه مع ايه؟ مع السودان. طيب هنا بردزوجا ايه؟ هنا العبابده قبائل العبادة موجودين هنا تمام في مصر اكتر. طيب وفي شويه منهم موجودين هنا، فطبعا ايه دي جوه السودان. فخلاص قالوا خلاص خليها دي حدود اداريه مع مصر بس سياسيا تبع السودان، ودي تبقى حدود اداريه مع مين؟ مع السودان بس سياسيا تبع ايه؟ تبع مصر. واضح كده الفكره؟ طبعا لما ايه لما حصل بقى ايه في 56 يا جماعه مصر رأت بقى ايه ما بعد الثوره، طبعا رأت مصر والسودان انفصلت بقى عن مصر. مصر رأت ان هي ايه الحدود تبقى ايه سياسيه زي ما هي، ان الجزء ده يبقى مصري خالص اللي هو 22 شمالا تمام، وده حق مصر طبعا خلاص، لان دي كانت حدود اداريه مش حدود سياسيه تمام. جميل جدا. فاصبح الايه المثلث ده تبع مصر مره ايه؟
بره. طبعا الحته ديت فيها ايه مشكله، يبقى دي مشكله مشكله حدوديه بين مصر والسودان اللي هي جزء بتاع مثلث حلايب ومثلث جبل تزوكه، وفي برضو مشكله هنا بتاع وادي حلفه. مشكله تانية ان ايه، ان وادي حلفه هنا كان في بعض ليه بعض السودانيين اللي لهم اراضي جوه هنا تمام في مصر تمام. بس طبعا لما جت بقى بحيره السد اتعملت غطت على الاراضي دي تمام، فخلاص يعني تمام كده. فاصبحت كده في مشكلتين احنا اتكلمنا عنهم عشان يبقى عرفناهم. طب اكمل بعد كده، عندي جبل علبة خلاص احنا قلناها جنوب شرق مصر، اعلى جبل جبال البحر الاحمر شايب، يوجد جبل ايه نقرس في غرب مدينة مرسى علم، في غرب مدينة مرسى ايه علم، يوجد جبل حماطة في غرب مدينة رأس بناس تمام، يوجد جبل غارب في غرب مدينة ايه غارب نفس الاسم، يوجد جبل الشايب غرب مدينة الغردقة تمام. طيب يمتد ده اقليم السهل ساحل البحر الاحمر واقليم الجبال، هو عايز يقول لك بيمتد ايه ما بينهم، يعني اقليم السهل الساحلي، اقليم السهل الايه الساحلي تمام، يمتد اقليم السهل الساحلي على ساحل البحر الاحمر واقليم ايه على على ساحل البحر الاحمر ما بينهم هم كده. ايه اقليم السهل الساحلي ده يا جماعه؟ اللي هو ده يعني ليه الحته دي، ليه الحته الصفراء واللي هي الخضر دي من البحر الاحمر من جبال البحر الاحمر. طيب جميل. طيب تعال نبص بعد كده على السؤال اللي بعده، احنا قلنا وصلنا لغايه فين؟ السؤال اللي بعده بقى دي النقط، امتد السهل الساحلي من راس حدربه جنوبا الى مدينه السويس شمالا ده 1000 كيلو تمام. طبعا على الخريطه احنا متخيلين راس حدربه ده هنا يا جماعه، دي راس حدربه الحته دي اسمها راس حدربه لغايه دي ايه ده كده 1000 كيلو. جميل جدا. السؤال اللي بعده، طيب يا جماعه تتنوع الرواسب ايه فوق ايه سهل الساحلي بين الرأس وكل ما سبق طبعا من الفيضية والبحرية، يتميز خط الساحل شبه الاستقامة، خط الساحل اللي هو ده خط الساحل ده بيتميز بايه شبه الاستقامة تمام. جميل. السؤال اللي بعده، يوجد السهل الساحلي به رأس كل ما سبق احنا لسه قايلين تمام، يوجد السهل الساحلي به رأس برضو زيت ورأس ابو درج او ابو درج تمام، الاثنان مع بعض طبعا. الضبعة دي موجودة على ساحل البحر المتوسط احنا لسه شارحينها من شوية. طيب جميل جدا. تقل الخلجان في السهل الساحلي واهمهم هو الاثنين مع خليج الزيت والفول، افتكرها بالزيت والفول. تمتلك مصر مجموعه من الجزر على ساحل البحر الاحمر قلنا 42 جزيره، وقلنا يا جماعه قبل كده لما شرحنا الحته ديت واتكلمنا على الصحراء الشرقيه قلنا 42 جزيره، وفي موضع في الكتاب كاتبها 45 لكن الادق هي 42. طبعا لو جابها في الامتحان 42 و45 مع بعض اختار 42. طيب بس غالبا مش هجيب الاثنين مع بعض، يا اما اجيب 45 بس يا اما اجيب 42 بس. طيب اكبر الجزر على ساحل البحر الاحمر عندنا بيتكلم هنا عندنا اكبر جزء على ساحل البحر الاحمر مساحتها نصف ايه مساحتها 45 كيلو، بيتكلم على انها الاجابه هنا يا جماعه جزيره ايه شاكر. اصغر الجزر على ساحل البحر الاحمر مساحتها نصف كيلو هنا يا جماعه جزيره غمصه، جزيره ايه غمصه. طيب من الجزر متوسطه الحجم تمام كده يا جماعه، يبقى احنا كده احنا قلنا اللي هي ايه نص كيلو دي غمصه اسمها غمصه حتى الصغرى، غمصه الصغرى. من الجزء المتوسط المساحه على ساحل البحر الاحمر عندنا ايه مساحتها 13 كيلو، احنا عندنا مين سفاجه. طيب من الجزء المتوسط المساحه 9 كيلو جبال تمام، 9 كيلو ايه جبال، حتى هي موجوده على ايه لو حابين تشوفوها في الكتاب اهي على طول 13 ودي 9 45 دي شاكر ونص. طب جميل كمل بس كده مع بعض. السؤال اللي بعده، قلنا عدد الجزر 42 يوجد بس هو كتب الشاطئيه، الشاطئيه 37 والعميقه 5 عشان الاثنين مع بعض يبقى 42، هي مصبات بايه؟ بالشروط تمام؟ المصبات دي على فكره جت السؤال ده ايه؟ السنه اللي فاتت جه في الامتحان الشروط، يبقى الاجابه هنا الشروط. طيب من اهم ايه؟ من اهم الشروم على ساحل البحر الايه الاحمر شرم، كل اللي قدامنا دي كل مصر، من الايه من التلال المحدبه على السهل الساحلي على البحر الاحمر جبل، طبعا ايه عندنا يا جماعه جبل قدامنا دلوقتي الاثنين دول برضو يا جماعه اللي هو الدوي والايه والجزيره الحمراء، يبقى كل مصر تكون هضبه العبابده من، طبعا احنا قلنا عبابده رمليه يبقى رملي، رمل ايه بقى مش رملي بس، رملي نوب جبال ايه تيجي في الامتحان دي، سميت هضبه العبابده بهذا الاسم عشان ايه قبائل العبابده تبلغ مساحه هضبه العبابده حوالي ايه 70000 كيلو
طيب مساحة تبلغ مساحة هضبة الإيه؟ العباب ده حوالي تلت مساحة الصحراء الشرقية، تمام؟ من أهم الوديان الموجودة كل ما سبق، قلناها من شوية. بيحد إيه هضبة العباب ده من الشمال؟ أه بيحد الهضبة العباب ده من الشمال، إحنا لسه قايلين من شوية محمد قايلين طريق إيه؟ لا كنا قايلين ساعتها محمد كان إيه؟ وادي الطميلات. بس ده بالنسبه يا جماعه بالنسبه للصحراء الشرقيه. لا هو انا وقت طلب مني حد هضبه العباب ده، مش حد الصحراء الشرقيه من الشمال، اه وادي طمان، لكن العباب ده طريق ايه؟ هنا القصير، طريق هنا ليه؟ القصير. طيب هي حد هضبه العباب ده من الجنوب طبعا ايه؟ في السودان. طيب السؤال اللي بعده، يزداد ارتفاع هضبه العباب ده كلما اتجهنا يا جماعه، كلما اتجهنا شرقا، كلما اتجهنا ايه شرقا، تقع هضبه العباب ده شمال هضبه المعازه شمال هضبه العباب، تقع هضبه المعازه شمال هضبه الايه العباب، سميت المعازه الى قبائل المعازه. يحد هضبه المعازه من الشمال، طبعا يا جماعه الكلام ده لو باين على الخريطه هيبان اكتر اهو، بص كده معايا. اه يبقى المعازه هي شمال مين؟ العباب ده، العباب ده هي ودي المعازه، تمام؟ طبعا انا بحاول اقول يعني بحاول ايه على قد ما اقدر عشان احل اكبر عدد ممكن من الاسئله، فبحاول انجز شويه. طيب عندنا بعد كده سميت هضبه المعازه بهذا الاسم، احنا قلناها خلاص. الحد خلاص من اهم برضو من اهم الاوديه الجافه لهضبه المعازه اللي عندنا كل ما سبق، تمام؟ يصب وادي نقط عند مدينه اخميم، ده بئر العين، بئر الايه؟ العين. يصب نقط وادي نقط عند مدينه ايه؟ عند مدينة بني سويف، ده صنوع. يوجد فيه هضبة الايه؟ المعازة، هضبة الجلالة البحرية والقبلية، دي القبلية، وجبل ايه؟ وجبل عطاقة، احنا قلنا دي الايه؟ القبلية، معلش. تمام؟ طيب، ده موجود المفروض موجودة فين؟ في شمال شرق، شمال ايه؟ شرق. لو جبنا الخريطة كده شفناها على الخريطة، هي الحتة دي. اهو دي شمال ايه؟ شمال شرق مين؟ هضبة المعازة. طيب جميل جدا. معرفنا كده الإجابة شمال شرق. طيب بالنسبة يوجد نقط في هضبة المعازة جبال المقطم، الجبال المقطم يعني دي شمال غرب، يعني جبال المقطم لو جبنا الخريطة تاني، طبعا أنا مش عايز، طبعا جبال المقطم هيبقى المقطم اهو، تمام؟ شمال ايه؟ شمال غرب، تمام جدا. طيب السؤال اللي بعده، طبعا دي كلها حاجات موجودة في تفاصيل في الكتاب دقيقة، وتفاصيل الدقيقة دي هو بيعشقها في الامتحانات. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوجد يطلق على الصحراء الغرب الشرقية الأراضي الوعرة، إقليم الهضاب. يعد إقليم نقط أقل مصر حظا في الصحراء الشرقية. يوجد بالصحراء الشرقية مصدران للمية، إيه هما المصدران بتاع المية الصحراء الشرقية؟ الاثنين اللي هو مياه الإيه؟ كل ما سبق اللي هي مياه الأمطار والمياه الجوفية، بس قليلة من أهم العيون الطبيعية. سعفة وإبريق ماشي في مدينة إيه؟ شلاتين، مدينة شلاتين تسقط على الصحراء الشرقية سيول، في طبعا الصحراء الشرقية عشان بتبقى فجائية السيول دي بتبقى إيه؟ فصل الربيع والخريف، تخلو من الأرسبات والإيه؟ والكثبان الرمادي على الصحراء الشرقية، طبعا من أهم السيول الذي حدث على الصحراء الشرقية كل ما سبق. طيب خط وهمي يمر مش بقدم بقى، بقمم الجبال، بقمم الايه؟ بقمم الجبال، تمام؟ طب ماله بقى خط الوهم بيمر بقمم الجبال دوت؟ ده اللي هو يا جماعه اللي هو ايه بنسميه خط تقسيم الميه، خط تقسيم الايه؟ الميه. يمكن انا شرحتها قبل كده فين؟ شرحتها قبل كده لما اتكلمت على الصحراء الشرقيه، بجيب الجبل كده القمه اللي فوق دوت لو نزل شويه ميه شويه بيجي ناحيه الشرق وشويه بيجي ناحيه الغرب، شويه بينزل من هنا وشويه بينزل، ده الحته المكان ده بنسميه خط ايه؟ خط تقسيم ميه. طيب السؤال اللي بعده عندنا يا جماعه من اهم السيول التي حدثت على الصحراء الشرقيه كل ما سبق. احنا قلناها ديت خط وهم، احنا قلنا خط تقسيم الميه، مواسير صرف كبيره توجد اسفل ايه الطرق، دي بنسميها الايه؟ البرابخ. انا دي بيها يا جماعه مش ايه، تمام؟ البرابخ. طيب السؤال اللي بعده، المفروض قنوات اصطناعيه دي بنسميها الايه؟ المخرات، تحفر عند مصبات الاوديه، عند مصبات الايه؟ الأودية. السؤال اللي بعده يوجد، في بس سؤال هنا يا جماعة، سؤال قبليها، من أهم المخرات التي أنشئت لنقل سيول وادي دجلة عند مدينة إيه؟ المعادي. عندنا يا جماعة إيه المفروض إيه؟
عن مدينة المعادي المفروض يا جماعة الإجابة كده تبقى فين؟ قرى. تمام؟ طبعا دي احنا لسه حلينا برضو قلنا اللي هي الشروق. تمام؟ يوجد جبل طبعا الشايب موجود فين؟ في الصحراء الشرقية. تبتد مصر بين ايه؟ كان خط طول 12 لحد مصر منين؟ من الغرب ليبيا طبعا. تتكون ايه؟ الصحراء الغربية من كم هضبة يا جماعة؟ المفروض دي عندنا ثلاث هضاب، الصحراء الغربية فيها ثلاث ايه؟ ثلاث هضاب. تمام؟ شوف انا دوست الزرار زيادة. مثلا احنا قلنا تتكون الصحراء الغربية من كم هضبة؟ قلنا ايه؟ ثلاث هضاب اللي هو هضبة مرمريكا في الشمال، وهضبة ايه؟ الهضبة الوسطى، وهضبة الوسطى، وبعد كده الهضبة ايه؟ الهضبة الجولفي الكبير في الجنوب، أو هضبة ايه؟ الهضبة الجنوبية. تعالى نشوف الكلام ده على الخريطة بسرعة كده. ادي خريطة الصحراء الغربية. تمام؟ بص يا جماعة، هضبة مرمريكا في الشمال، الهضبة الوسطى، أو بنسميها الإيوسينية الوسطى، إيوسينية صح أو الوسطى صح؟ الإيوسينية ده النسبة إلى زمن الإيه؟ الإيوسين، أو عصر آسف الإيوسين، عصر الإيوسين ده في الزمن التالي. والهضبة الجنوبية الجزء منها بنسميها ايه، او هي بنسميها هضبة الجولف الكبير، الجزء الغربي. طبعا جبل عوينات موجود تحت العنوان ده، غرد اسمه غرد بنو حريق، قزبان رملية طولية، غرد جين ريه داد. طيب هنا ده ربح الرمال العظيم، دي المنخفضات بقى الصحراوية اللي احنا عارفينها. تمام، نشتغل كده مع بعض بقى في الأسئلة. طيب تعرف الهضبة الشمالية باسم مرمريكا، أكبر المنخفضات الصحراوية احنا شفناها حتى بالخريطة، كان شكلها كبير قوي، هو مين ده؟ اللي هو اللي هو ده قطارة صح كده؟ جميل قطارة. طيب جميل، من أقوى احنا قلناها خلاص، ده يخدم السكان، خدوا بالكم من أشكال الرمال كل ما سبق اللي هو الجرير الغرود وإيه والفرشات الرمال وبحر الرمال العظيم. ده بحر الرمال العظيم فين؟ في وسط غرب، مش لسه مطلعينه على الخريطة أهو دلوقتي، وسط إيه؟ وسط غرب أهو، الجزء الوسط الغرب، وساعات يجيب لك اختيارات يكون فيها غرب بس. من حد الصحراء الغربية جنوبا، جنوبا السودان وغربا ليبيا، ده كده السودان وايه؟ وليبيا على الترتيب. السؤال اللي بعده، يقل اتساع الصحراء الغربية عند خط عرض منخفض الفيوم، خد بالك عشان دي ايه؟ النقطة ديت يعني تفصيلة صغيرة بس ممكن يسأل فيها، يعني الحتة ديت بإيه بيقل فيها العرض؟ وبرضه اللي بيقل فيها العرض فين الحتة دي؟ أول هنا الأول هنا أو من هنا لهنا؟ يقل فيها عرض ايه؟ عرض الصحراء الغربية، عرض الصحراء الغربية. طيب مساحة الهضاب 67% مش بالمناسبة مساحة الصحراء الغربية يعني حوالي 681,000 اللي هي 68.1. طيب يبقى كم مساحه هضاب وسهل ساحلي؟ يعني بصوا كده يا جماعه، احنا عندنا هنا الهضاب هي زي ما احنا لسه قايلينها، هم ثلاثه، والسهل الساحلي اللي هو الحته اللي فوق دي سهل الساحلي اللي هو على الساحل، الهضاب اللي هم الثلاثه دول، الهضاب الثلاثه مع بعض 67% والسهل الساحلي 1%. تمام كده؟ اللي هم 68% بتاع الصحراء الغربيه او 68.1، يبقى مساحه الهضاب كام؟ 67%، ومساحه السهل الساحلي كام؟ 1%. عدد المنخفضات الصحراوية 12. يقل اتساع السهل الساحلي البحر المتوسط عند منطقة اسمها عقيدة، تمام، موجودة فين؟ في مطروح. يقع منخفض الفيوم في الهوامش الشمالية الشرقية للهضبة ايه؟ الايوسينية الوسطى. تمام، يعني ايه يا جماعة؟ في سؤال على فكرة السنة اللي فاتت بالفكرة دي، تقول لك حفرة منخفض الفيوم فين بالظبط؟ فتقول له في الهضبة الايوسينية ليه؟ أو كان ساعتها جايب اختيارات الهضبة الايوسينية، فهي دي تبقى الهضبة الايوسينية، مفيش حاجة اسمها ميوسينية، مفيش هضبة ميوسينية. ميوسين ده زمن عصر قصدي برضو، بس ايه بس مفيش هضبه ميوسينيه، في هضبه ايوسينيه اللي هي الوسطى دي، لكن الميوسينيه ده عصر اللي هي ايه اللي هو سمينا ايه الميوسين، اواخر عصر الميوسين ايه حفر نهر النيل مجراه فين؟ في مصر. تمام كده؟ طيب تمتلئ مصر برزخ، برزخ السويس. ايه برزخ ده؟ اجيب كده الخريطه بسرعه اوريها لكم. ادي الحته دي بنسميها برزخ، اللي هي ايه؟ اللي هي منطقه ارضيه ما بين بحرين، تمام، او ارض ما بين بحرين، البحر المتوسط والبحر الايه وخليج السويس طبعا اللي هو جزء من البحر الاحمر. تمام كده؟ اللي هي الحته دي بنسميها برزخ. تمام كده؟ طيب جميل، نكمل بعد كده. الموقع بالنسبه لخطوط طول دوران العرض، طبعا احنا قلنا الموقع قبل كده ليه الفلكي. تمام؟ طيب الموقع بالنسبه لليابس الماء، الموقع الجغرافي. تمام؟ يصب نهر النيل في البحر المتوسط طبعا، ينبع نهر النيل من هضبه، جميل، هضبه البحيرات الاستوائيه. يا جماعه بنبه تاني وتالت وعاشر في كل فيديو، السنه اللي فاتت في معادلة 22 كانوا قايلين ان حوض النيل مش جاي، او ما كانش موجود اصلا عليهم، يعني كان المفروض المنهج نزل ما كانش فيه حوض النيل فبالتالي مش جاي. لا جه. ايه حوض النيل ده؟ من اول المنبع لغايه المصب. تمام؟ انا شرحه قبل كده على فكره فين؟ في الفيديو بتاع الوادي والدلتا منخفض الفيوم، في الفيديو ده شرح فيه نهر النيل من المنبع لغايه المصب، وجايب فيه الاسئله اللي جت في الامتحانات السنه اللي فاتت بتاع نهر النيل ده، بتاع حوض النيل. تمام؟ ان شاء الله برضو انا هعمل ان شاء الله
حاجه خاصه بالحته دي بالذات عشان انبه بيها كل الطلبه اللي بيتابعوني وكل الطلبه يا رب حتى لما ما بتابعونيش لو وصلت لهم الرساله يبقى كويس تمام. ما ننساش يا جماعه يعني انت لو لسه ما عملتش لايك للفيديو انت عارف اللايك ده بيفرق كتير جدا ويسمع ايه يخلي الناس تسمع يعني توصل لها الفيديو اكتر. يا ريت نعمل لايك للفيديو وانشر الفيديو على قد ما تقدر فين في كل الجروبات اللي انت توصل لها تمام. ينبع نهر النيل بقى فين؟ من هضبه البحيرات الاستوائيه. نهر النيل ليه منبعين اساسيين، هضبه البحيرات الاستوائيه وهضبه الحبشه تمام. جميل جدا ده المنبع بتاعه ده هنا يا جماعه. طبعا جايب لنا اختيار ايه هدوت اي حاجات لسه. اقدم قناه تم حفرها وتصل البحر الاحمر البحر المتوسط طبعا من ترانز ستريس. تم اعاده حفرها مره اخرى في العصر الفرعوني. كان مين اللي ايه وسماه بايه؟ نخاو او الملك اللي عملها نخاو المره الثانيه. المره الاولى اللي عملها مين؟ اللي عملها سنسرت الثالث احد ملوك الاسره ال 12. هيجي بعد كده السؤال. تم اعاده حفر قناه زيزو ستريس في العصر الاسلامي وسميت بقى قناه امير المؤمنين تمام. ها جايه اهي. تم افتتاح قناه السويس عام 1869 الذي قام بحفر قناة زيزو ستريس من السلسلة الثالث. تم حفر قناة زيزو ستريس في الأسرة الـ 12. بعد حفر قناة السويس تم إنشاء مدن كل ما سبق. طبعا لما حفرنا قناة السويس تم إنشاء المدن الباقية دي. سوق نهر النيل البحر المتوسط في الشمال تمام. شقت قناة نقط تربط بين ايه؟ بين نهر النيل عند القاهرة ورأس خليج الايه؟ السويس. ايه اللي قناة طبعا ده طبعا ايه؟ قناة زيزو ستريس. جبنا الخريطه كده وعايز اقول لك من هنا فين او من اول هنا كده لغايه هنا تمام. الحته دي يا جماعه اللي هي قناه زيزو ستريس. طب لو قال لك من البحر الاحمر البحر المتوسط على طول في العصر الحديث بقى في 1869 لا يبقى ده قناه الايه؟ قناه السويس. فهمت كده؟ يبقى دي الاجابه هنا قناه زيزو ستريس. يقترب نهر النيل ده سؤال جميل على فكره وانا اللي بحط امتحان احطه. يقترب نهر النيل اقترابا شديدا تمام من في منطقتين ايه هما؟ لو لاحظت طبعا بيتكلم هنا على الايه؟ الصحراء الشرقية يعني الصحراء اللي الشرقية. لاحظوا كده يا جماعة نهر النيل هنا الصحراء الغربية الصحراء الشرقية بس بسرعة. نهر النيل بيقترب منين يا جماعة؟ لاحظوا كده بيقترب من الحتة ديت من الحتة دي تمام. يبقى من القاهرة للسويس والحتة اللي هي بتاعت تانية هنا القصير. تعالى نشوف كده الاختيارات. اقترب نهر النيل اقتربا شديدا من البحر الاحمر. طبعا بنتكلم عن البحر الاحمر في منطقتين هما مين؟ تانية هنا فهي في منطقة التفرع عند القاهرة. منطقة التفرع عند القاهرة للحتة اللي انا لسه موريها لكم تمام اللي هي ايه؟ الحتة دي كده او من هنا كده تمام كده يا جماعة. الله ينور عليك. مقابل الفيوم طبعا توجد في الصحراء الغربية غنية وعايز يقول غنية بالمياه الجوفية طبعا الصحراء الغربية من اشكال الرمال. احنا قلنا كل ما سبق من شوية تبلغ مساحة الصحراء الغربية كام؟ 681,000 احنا قلناها. يحد الصحراء الغربية طبعا الصحراء الغربية من الشرق بيحدها وادي النيل صح؟ هي الصحراء الغربية اهي من الشرق وادي النيل من الغرب مين؟ ليبيا من الشمال البحر المتوسط من الجنوب ايه؟ السودان. جميل جدا. طيب طبعا الحتة بتاعت الحتة دي خلاص تغطي الرواسب الرملية حوالي 40%. تبلغ مساحة الصحراء الغربية كام من مساحة ايه؟ كم نسبتها من مساحة الايه؟ من مساحة من مساحة مصر طبعا هي 68.1 تمام. 68.1 طبعا ايه؟ طيب انا هبقى اظبطها بعد كده مش مشكلة. هي 68.1 خلاص. طيب بعد كده يا جماعة تتكون الصحراء الغربية من كام؟ احنا قلناها ثلاث هضاب. طيب اقليم الهضاب دوت ايه؟ تعرف الهضبه الجنوبيه باسم ايه؟ هضبه الجولف الكبير صح؟ الهضبه الجنوبيه اللي تحت تمام؟ احنا شفناها على الخريطه وزهقنا منها. ايه اللي تحت ديت اسمها ايه؟ هضبه الجولف الكبير. طيب اللي فوق اسمها ايه؟ هضبه ايه؟ مرمريكا. طيب يا جماعه نكمل. تعد الهضبه نقط اكثر هضاب الصحراء الغربيه امتدادا. طبعا احنا قلناها هضبه الوسطى، هضبه الوسطى يا جماعه. احنا قلنا في الجنوب هنا اللي هي هضبه ايه؟ الجولف الكبير. هنا الهضبة الوسطى يوجد هضاب عرضية بالصحراء الغربية هما ثلاثة يمثل جبل نقط أعلى جبل في الصحراء الغربية هو جبل العوينات. جبل العوينات اللي هو اللي تحت ده يا جماعة أقصى جنوب إيه؟ غرب مصر اللي هو ده تمام كده؟ طيب جميل. طيب نكمل بعد كده. تمتد مصر بين دلتي عرض ماشي بسرعة بقى كده. عرض 22 شمال 31 شمال مين؟ شمال إيه؟ شمال خط الاستواء تمام؟ طيب معظم مناخ مصر يقع ضمن ايه؟ احنا قلناها من شويه دي اقليم الصحراء. الاجزاء الشماليه ضمن اقليم البحر المتوسط. توجد دائره عرض رئيسيه في جنوب مصر هي مدار السرطان. ناخد بالنا
جنوب مصر هنا بيمر بحاجه اسمها مدار الايه السرطان في الحته دي كده، مدار الايه مرضان مدار السرطان. هيجي دلوقتي عليه اسئله ايه مهمه، تمام؟ طيب مدار السرطان ده يا جماعه بيقول لك يقع بقى جنوب مدار السرطان قد ايه من مساحه مصر؟ بيقع خمس مساحه مصر، اللي هي كام في الميه؟ اللي هي 20%. عشان السؤال ايه 53 51، ما احنا عندنا لو قلنا المساحه 100% فالخمس هي 20%، يبقى خمس جنوب ايه؟ جنوب مدار السرطان. يعني لو جبت كده الخريطه، تمام؟ جبت الخريطه مثلا دي، ماشي، مدار السرطان هنا المفروض الحته دي، لو انا رسمت خط الحته اللي في جنوبها ده كام؟ خمس، خمس مساحه مصر اللي هي 20%. طب والحته اللي شمال ايه؟ مدار السرطان اللي شمالها ده 80% اللي هي بقيه 100% اللي هي كام؟ اربع اخماس مصر، اربع اخماس ايه؟ مصر. لان الاسئله جايه ورا بعض هنا، خمس هنا، هنا اربع اخماس، هنا جنوب مصر ب 20%، هنا شمال يبقى 80 ايه؟ 80%. اتمنى اكون فهمتوها. تقع مصر طبعا ايه؟ معظم مصر، مساحه مصر تقع في الاقليم ايه؟ المداريه الحاره، في الاقليم المداريه الايه؟ الحاره. كانت مصر امتداد للصحراء الكبرى لولا نهر النيل، تمام؟ يحد مصر من الجنوب السودان، يحد مصر من الشمال الشرقي فلسطين، تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، من قارات العالم القديم أوروبا، تبلغ مساحة مصر مليون على شكل مربع، قام الملك سنسرت الثالث، قام أحد ملوك الأسرة ليه الـ 12 حفر، قام بحفر قناة السويس وأطلق عليها أمير المؤمنين عمرو بن العاص، زادت أهمية حفر قناة السويس 1869 في عام 2009 يا جماعة، أصبح حجم التجارة يمر في قناة السويس بنسبة 8%. يتم نقل نقط من خلال قناة السويس حوالي ثلث تجارة شبه الجزيرة العربية، البوابة الشرقية لمصر وأفريقيا شبه جزيرة سيناء. تعد مصر قدس أقداس الجغرافيا السياسية. لم يتم تحديد حدود مصر إلا في نهاية القرن 19. الحد الشمالي لمصر حد طبيعي، يتمشى الحد مع نقط مع ساحل البحر المتوسط من رفح شرقا الى سلم غربا، احنا شرحناه من شويه اللي هو الحد الشمالي اللي هو على البحر المتوسط. من اهم الخلجان الموجود على الحد الشمالي كل ما سبق، من اهم الرؤوس الموجود على ساحل البحر المتوسط، البحر المتوسط يبقى طبعا. الحد الجنوبي لمصر حد هندسي يتماشى مع دائره عرض 22 شمالا. تم ترسيم الحد الجنوبي بين مصر وانجلترا 1899، طريق يربط بين وادي النيل في مصر ودارفور وكردفان في السودان، ده درب الأربعين. من مشكلات الحد الجنوبي مشكلة وادي حلفة، احنا قلنا وادي حلفة، والمشكلة الثانية اللي هي بتاعت ايه؟ جبل بردزوت أو جبل علبة. تبلغ مساحة جبل علبة 12,500 كيلو، تبلغ مساحته 600 كيلو، ده جبل بردزوت. يتمشى الحد الغربي مع خط طول الحد الغربي مع خط طول 25 شرقا. تم ترسيم الحد الغربي بين بريطانيا وايطاليا، احنا قلناها 1925، عشان كده انا بقول بسرعه ليه، لان الحاجات دي كلها احنا ذكرناها واحنا بنشرح دلوقتي. عندنا بعد كده نتكلم على الحد الشرقي، حد طبيعي وهندسي، احنا قلنا طبيعي وهندسي ليه؟ طبعا انا مش عايز اجيب كل شويه حاجه لان التقريب بتبقى حاجه مقرره، فعشان كده بقول بسرعه يعني. ادي حد طبيعي اهوت، خليج العقبه والبحر المتوسط، وعندنا ايه؟ حد الهندسي اللي هو مقصود مع فلسطين يعني البشري، تمام؟ طيب نكمل بعد كده. من اهم الخلجان على ساحل البحر الاحمر خليج الزيت، الزيت والفول احنا قلنا يا جماعه، لكن الباقي ده موجود على خليج الايه؟ ده موجود قصدي على البحر المتوسط. تم ترسيم الحد الشمالي الشرقي بين بريطانيا والدوله العثمانيه في عام 1906، يبلغ طول الحد الشمالي الشرقي لمصر 210، اللي هو الحد اللي مع فلسطين ده يا جماعه 210 كيلو. اللي هو الحد ده، لا هو مش جاي في الخريطه دي، اللي هو الخريطه اللي بعدها هو الحد ده، تمام؟ طيب ده 210 كيلو، احنا برضه ايه وضحناهم شويه. طيب ارض قاحله تفصل بين البلدان يا جماعه، الايام العصر الحديث اللي احنا فيه ده بيفصل ما بين الدول الحدود السياسيه. زمان ما كانش حدود سياسيه، كان حاجه اسمها تخوم، عباره عن ايه؟ مسافه ما بين دوله ودوله ما بقاش فيها، ما بعرفوش يستفيدوا منها، قد يكون بقى صحراء، قد تكون غابه، فهي صعب استغلالها، ما بعرفوش يستغلوها، فبالتالي كان بيسيبوها فاضيه ما بينهم هما الاثنين ويسموها كانت اسمها تخوم. من القبائل التي تعيش في جبل علبه جبل قبائل البشاريه، احنا قلناها جبل برتزوجا قبائل العبابدة، صح كده؟ بالمناسبة أولاد علي دول اللي هم إيه؟ اللي هم فوق عند السلوم ومطروح، تمام؟
يعتبر الحد نقط حد طبيعي الحد الشمالي طبعا. تم ترسيم حد ايه 1906 المفروض ان انا اقول الحد الشمالي الشرطي بالادق. طب لو مش موجوده اقول الشرطي، طب لو مش موجوده يبقى ايه الشمال. بس الافضل طبعا الحد الشمالي ليه طبعا كده ايه ما تقلقش خالص الشمالي ليه الشرطي. طب ممكن يا جماعه الشمال الشرطي اللي هو الحد مع مين؟ مع فلسطين يعني. ليه اللي كان دي كان اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان يا جماعه 1906 تمام. والحد اللي هو بتاع ليبيا ده 1925 والحد بتاع السودان تحت 1899. اول ترسيم للحدود طبعا انا لسه قايل دلوقتي 1899 يبقى الحدود الجنوبيه. تم ترسيم الحدود في اواخر القرن وعز حدود مصر يعني اخر القرن 19. تم ترسيم الحد الشرقي لمصر بين بريطانيا والدوله العثمانيه. شايفين يا جماعه هنا كاتب ليه الشرقي، حد الشرقي مقصود ده الحد الشرقي انهي الطبيعي؟ لا اللي هو قصده مع فلسطين هو الشمالي الشرقي. يبقى هو لو شمالي شرقي او اقول الشرقي. الشرقي اللي هو ايه لمصر بين مين او قصده مع فلسطين بين بريطانيا والدوله العثمانيه. من اهم التجار على ساحل البحر الاحمر عندنا خليج ايه خليج فول وزيت تمام. والزيت الاثنين ده وده من اهم الرؤوس على ساحل البحر الاحمر. عندنا راس ايه راس بناس. الحد الجنوبي حد ايه سياسي بشري. الحد نقط حد اصطناعي تمام. طبعا اصطناعي يبقى الغربي، اصطناعي يعني الانسان اللي عمله يعني مش حد طبيعي. الحد نقط يتماشى مع ايه مع خط عرض 25 خط 25 ما قالش عرض ولا طول 25 شرقا يعني يبقى طول طبعا. يبقى هو الحد مين الحد الغربي حد الايه الغربي. يبقى كده الحد الغربي يا جماعه. تعال نكمل بقى بسرعه على الجزء اللي تحت ده. تعد الصخور طبعا دي جت في الامتحانات الاسئله دي. تعد الصخور الحجر نقط هي الحجر الرملي النوبي خزان رئيس المياه الجوفيه في مصر. تعد نقط هي اعلى هضاب صحراء غير مصر الغربيه ارتفاعا طبعا من الهضبه اللي تحت اللي هي الجزء الكبير. لان احنا عندنا الهضبه اللي تحت هي العاليه، الهضبه الوسطى اقل، الهضبه الايه هضبه مرمليخه اقل. ظبطت انا التنسيق شويه. بصوا كده معايا يا جماعه احنا قلنا ده حجر رملي نوبي، قلنا هنا دوت هضبة الجولف الكبير لأعلى. طب ودي اعرفها منين؟ طبعا احنا كده كده عارفين ان اصلا مصر من الجنوب في مرتفع والشمال بتبقى ايه؟ بتبقى كل ما نرتفع كل ما نتجه شمالا بتبقى كل انخفاض. تلاحظوا معايا كده يا جماعه اجي قدامي اهوت هضبة الجولف الكبير الجزء اللي تحت دوت هو المرتفع، بعد كده كل ما اطلع لفوق كل الجزء بينخفض. طب مين اللي قال لي كده؟ انا اصغر بس كده شويه. لاحظوا معايا ادي ايه؟ ادي مفتاح الخريطه اهو. من صفر ل 200 ده الايه؟ الاخضر فاتح وهكذا بقى. شايفين يا جماعه لغايه ما بيوصل ل 2000 متر. الحته ديت هي لاحظوا اللي هي اللون ده من 500 ل 1000 اللي هي الحته بتاعت الجنوب. يبقى كل ما نتجه شمالا ليه بيقل ليه الارتفاع؟ هو السؤال هنا بيقول لك ايه اعلى بقى هضبه ايه؟ من جزء الكبير. اعلى انا بتكلم على الصحراء الغربيه، انا مش على الباقي. تمام. كانت متصله بهضبه العبابده الرمليه في الصحراء الشرقيه وقد فصل بينهما وادي النيل. مين اللي كان متصل بهضبه العبابده الرمليه في الصحراء الشرقيه؟ تعالوا بصوا كده معايا في الخريطه اهي. ادي هضبه العبابده، ادي خريطه مصر كلها بقى اهي. ادي هضبه الايه؟ العبابده الرمليه متصله بمين؟ بهضبه الجولف الكبير اهي. وديت المعازه متصله بمين؟ بالهضبه الوسطى. فكده يا جماعه العبابده وبالجولف الكبير او بالهضبه الجنوبيه على حسب ما مكتوب عنها. كانت متصله قد فصل بينهما يبقى ايه؟ هضبه الجولف الكبير. تمام كده واضحه العبابده. طب لو كان قايل لك معازه كنا ساعتها قلنا هضبه الجيريه الايوسينيه اللي هي الوسطى يعني نسميها هضبه جيريه ايوسينيه او هضبه وسطى كل دي اسماء صح. من اقل الهضاب ارتفاعا بالصحراء الغربيه طبعا يبقى ايه؟ يبقى مرمريكا. تمام. لو كان على الصحراء الغربيه احنا قلنا كل ما بنتجه للشمال ومرمريكا دي فوق. حفره منخفضه للفرافره والبحريه في طبعا الهضبه الجيريه الايوسينيه تقترب هضبه نقط من شكل الايه؟ المثلث. انا جاب هنا يا جماعه اللي شكل المثلث هضبه مرمريكا. حفره منخفضه الفيوم في الهضبه الايوسينيه. شوف الاختيارات مفيش حاجه اسمها مفيش هضبه ميوسينيه، هي هضبه ايوسينيه اللي هي الوسطى او الجيريه زي ما قلنا. العصر نقط هو اخر عصور الزمن الثاني الكريتاسي. احنا قلنا يا جماعه شرحتها انا قبل كده. الكريتاسي ده المفروض اللي هي احنا عندنا الازمنه وعندنا جوه الازمنه في عصور. الزمن الثاني فيه ايه؟ ترياسي جوراسي كريتاسي. اخر العصور فيه هو كريتاسي. تمام. طيب يتواجد جبل عوينات في الصحراء الغربيه. جبل عوينات موجود في الصحراء الايه؟ الغربيه. تمام. طيب نكمل بعد كده. تعالى هنحاول ان احنا ايه نسرع شويه كمان. توجد الواحات في الصحراء الغربيه من هضاب الصحراء الغربيه. عندنا هضبه مرمريكا. تمام. عندنا بعد كده طيب تمام بهضبه ايه؟
أدوكم أمريكا من أهم الجزر على ساحل البحر المتوسط، لا شيء مما سبق لأن دي كلها على البحر الأحمر، حد تمر زي ما قلنا دوت الحد الشمالي الشرقي طول الحد ألف ده الحد الشمالي تمام. دي هنا شرطة يعني دي فاصل ما بين ده وده تمام. تفصل دائرة عرض 22 شمالا عن 22 عن دولة مين؟ عن دولة السودان. يحد خليج نقط من جهة الشرق العقبة. آخر حدود سياسية تم ترسمها هي الغربية 1925. يبلغ عدد الجزر في الحد الشرقي على البحر الأحمر 45 جزيرة. ده الموضوع الثاني هو ده أنا قلت لكم إيه، بتبقى فيها موضع 42 وفي موضع 45. 45 دوت فصل موقع مصر. الاثنين هو الصح 42 جزيرة تمام، لأن في 37 منهم شاطئية وخمسة عميقة جزر تمام. بس هو غالبا لو جاب اختيارات ما جابش 42 مع 45. إذا ماشي الحد الغربي من إيه؟ مع إحنا قلناها ديت كتير مع 25 غرب. الجغرافيا كلمة أصلها إيه؟ إغريقي يوناني. من أنواع الجغرافيا الطبيعية طبعا عايز طبيعي يبقى جغرافيا إيه؟ الحيوية. من أنواع الجغرافيا الإيه؟ الطبيعية برضو التضاريس والبحار والمحيطات الفلكية يبقى كل ما سبق. من أنواع البشرية برضو العمران كل ما سبق ده. من أدوات الجغرافيا برضو كل ما سبق هنا. تعتبر الجغرافيا الفلكية نوع من أنواع الجغرافيا الطبيعية طبعا. الجغرافيا قديما تعني علم وصف الأرض. طبعا جه السنة اللي فاتت السؤال برضو بيتكلم عن إيه؟ ان كلمه جيوغرافي معناها ايه؟ تعني ايه؟ تعني وصف الارض. اردت دراسه نقط فانت في الجغرافيا للطبيعيه التضاريس. مساحه سيناء 61000 كيلو. جبال جنوب سيناء موجوده فين؟ في شكل ايه؟ مثلث. القسم الجنوبي من سيناء تلت سيناء. اعلى جبل في جنوب سيناء هو جبل سانت كاترين 2641 متر اللي هو جبل سانت كاترين. السهل الساحلي لخليج السويس متوسط اتساعه قد ايه يا جماعه؟ هو 20 كيلو يا جماعه. وسط سيناء اقليم الهضاب مساحته قد ايه يا جماعه؟ 20 برضو 1000 كيلو اللي هو يمثل ايه؟ تلت سيناء. ومن اخر تلت سيناء 61 تمام. هتلاقي 61 الجزء الشمالي فيها 21000 كيلو، الجزء الاوسط اللي هو الهضاب 20000 كيلو، والجزء الجنوبي برضو 20000 كيلو. فبالتالي يبقى كلهم تلتات يعني الشمالي تلت وده تلت وده تلت. مساحه هضبه الايه؟ العجمه 7000، مساحه هضبه الفيل 15000 يعني العجمه نص. شمال سيناء مساحته احنا لسه قايلين 21 يمثل تلت سيناء. يتميز خط الشاطئ السهل للساحل الشمالي جنوب سيناء طيب تمام يبقى بانخفاضه وكل التعرج. يتميز خط الشاطئ الساحل الشمالي جنوب سيناء بانخفاضه وكل التعرج. طيب تمام تعال بص يوجد في منتصف ايه؟ الساحل الشمالي لسيناء. بيتكلم على الساحل الشمالي لسيناء جزء اللي ايه؟ الشمال برداويلو والزرانيق. برداويلو ايه؟ والزرانيق. عشان نبقى بس دقيقين في الموضوع واصله الحته اللي فوق دي كده. طيب نتكلم بعد كده. هضبة الكي والعجمة في وسط سيناء تقع شبه جزيرة سيناء في الركن او الشمال الشرقي. تقع شبه جزيرة سيناء في الركن لو ما فيش الشمال الشرقي بقول الركن الشرقي، ما فيش الشرقي ممكن اقول الشمالي مش مشكلة. بس هو الادق واحدة فيهم الشمالي ليه؟ الشرقي. تقع سيناء في قارة طبعا ايه؟ اسيا. يعني كل مصر في قارة افريقيا ما عدا الجزء بتاع سيناء. لا تلتحم سيناء الا ببرزخ الايه؟ في السويس. فعدل شبه جزيرة سيناء بوابة مصر في افريقيا الشرقية تمام. تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء 61000 كيلو متر مربع يعني 6.1% من مساحة مصر. تظهر شبه جزيرة سيناء على شكل ايه؟ في الجزء الجنوبي على شكل مثلث. يبلغ طول سيناء 390 كيلو. يبلغ عرض سيناء 210 كيلو. يظهر ان هو تظهر سيناء على شكل نقط في الشمال على البحر المتوسط. الشمال على البحر المتوسط الحته اللي فوق دي يعني قلنا الخريطه كده اللي هو قصده الجزء اللي فوق ده. عايز خريطه ايه؟ اي خريطه زي دي مثلا. بص يا جماعه الحته اللي فوق تمام ديت يبقى ايه؟ يعني مستطيل تمام. طيب السؤال اللي بعده. تمتد شبه جزيره سيناء او سيناء بين دائرتي عرض. طيب تمتد سيناء بين دائرتي عرض طبعا ال 27 43 لغايه 31 و 20 دي. وتمتد بين خطي طول طبعا ايه؟ تمتد بين خطي طول الرقمين دول طبعا هيبقى شرقا شرق خط جرينتش تمام. لحد سيناء من الشمال البحر المتوسط لحد سيناء البحر الاحمر عند راس ايه؟ محمد جنوبا طبعا. لحد يعني في الجنوب في راس ايه؟ راس محمد. ثواني كده ادي خريطه شبه جزيره سيناء اهي قدامكم. بصوا يا جماعه دي البردولي والزرانيق اللي احنا قلنا فوق هنا
تمام. ده كده ايه شكل ايه شبه جزيره سيناء، طبعا شكل المثلث واضح فيها. طبعا راس محمد اهو في الجنوب اهي، شايف هنا راس محمد تمام جنوب ايه جميل جدا. طيب تعالى نكمل بقى بعد كده. بيقول لي حد شبه جزيره سيناء من الشرق طبعا فلسطين وخليج العقبه، وحد شبه جزيره سيناء من ايه من غرب قناه السويس وخليج السويس. تنقسم شبه جزيره سيناء الى اربع تضاريس، اربع اقليم تضاريسيه احنا قلناها، اقولهم بسرعه تاني معايا كده. شوفوا الخريطة معايا اهي بسرعة. هو القسم الشمالي، القسم الأوسط بتاع الهضاب، القسم الإيه؟ القسم الجنوبي، وعندنا إيه؟ السهل الساحلي الموجود على خليج العقبة وخليج السويس. تمام. يظهر إقليم جبال جنوب سيناء على شكل إيه؟ مثلث. إحنا قلنا طبعًا لو قبلها كانت أربع أقاليم. يمتد إقليم جبال الجبال على شكل مثلث عند إيه؟ رأس إيه؟ الرأس ديت موجود عند رأس محمد. قاعدة المثلث في الشمال عند خط عرض 29. يعرف إقليم جبال جنوب سيناء كل ما سبق مثلث الناري تمام. يعرف إقليم جبال جبال البحر الأحمر في والكلام بسبب عروة التضاريس يبقى سقف مصر. يوجد به أعلى قمة جبلية جبل مين؟ جبل سانت كاترين. يبلغ طول جبل أم شومر، جبل أم شومر 2586. يلا عشان نخلص الجزء ده بسرعة. تتكون بقى سهول جبال البحر الأحمر من الجرانيت، ترجع إلى الزمن إيه؟ الثالث، ترجع إلى الزمن الأرضي آسف تمام. لكن حركة التسطع، حركة الشق، تسطع يعني شق يا جماعة في جبال سيناء وإيه والبحر الأحمر، ده زمن إيه ثالث، يبقى تسطع في الزمن الثالث، لكن الصخور نفسها الجرانيت والبازلت في الزمن الأرضي. طيب ماشي. سهل ايه؟ نقط يبدأ من عيون موسى في الشمال حتى شرم الشيخ في الجنوب. طبعا ده خليج السويس، خليج السويس يتحدد السهل الساحلي لخليج السويس في خط كنتور 200 تمام. طيب يضيق السهل الساحلي لخليج السويس عند مدينة أبو زنيمة تمام، لوجود جبال الحمام فرعون. يضيق السهل الساحلي لخليج السويس شمال نقط لوجود ايه جبال القبليات وعربه وابو خضره. الطور يبلغ اتساع سهل الساحلي خليج السويس 20 كيلو. يعرف القطاع الايه؟ يعرف القطاع الجنوبي لسهل الساحلي خليج السويس بسهل القاع. ناخد بالنا تقطع ايه الاوديه الجافه سهل. نقط مثل سدر وفيران ووردان وايه غرندل. تعالى نشوف بسرعه كده على الخريطه. الخريطه بسرعه من هنا. ادي فيران ووردان وغرندل، ده كله على ساحل خليج السويس. جميل جدا. طيب السؤال اللي بعده، يوجد بالسهل بالساحل الدلتاوي اربع لاجونات، وبتكلم هنا على ايه ساحل الدلتا تمام. من اهم مدن على خليج السويس عندنا يا جماعه مدينه كل ما سبق طور سيناء وبرديس تمام. يتكون سهل خليج السويس من صخور جيريه ميوسينيه زمن ميوسينيه يا جماعه زمن ثالث. يبقى انا عارف كده ميوسيني يعني زمن ثالث وايوسيني برضه زمن ثالث. ويتكون سهل خليج السويس من رواسب فايديه ورمليه زمن رابع. طالما لقيت كلمه فايديه ديت على طول فايديه يبقى تعرف انه زمن رابع. من الرؤوس التي توجد على خليج السويس كل ما سبق، اهم الخلجان على خليج السويس خليج ايه؟ فول وزيت. لا بتكلم على خليج السويس، خليج بلعين بحري. ناخد بالنا طالما خليج السويس وخليج بلعين بحري. السهل الساحلي يتميز بالضيق. تعالوا نشوف كده على الخريطه يا جماعه بسرعه. هو المفروض ايه خليج العقبه، بصوا كده يا جماعه السهل الساحلي اللي هي الحته ديت ضيق جدا هنا ومتسع شويه تمام. هنا احنا قلنا 20 كيلو على خليج السويس تمام. تنتشر بعد كده تنتشر المراوح الفيضيه على نويبع تمام، لان على مروحه وتير. لما يقول لك مروح ذهب تبقى ذهب. السؤال اللي بعده يقول لك يتميز خط الساحل بشبه الاستقامة وقلة الرؤوس خليج العقبة اللي هو ايه تمام. تكثر الشروم في نقط السهل الساحلي في جنوب ايه خليج العقبة. من اهم المحميات على خليج العقبة حماية نبق. في الواقع عشان جاي السؤال بالعكس في الامتحان السنة اللي فاتت يقول لك خليج نبق فين؟ على ما اذكر يعني مش فاكر، بس ايه نبق فين على خليج العقبة عشان ممكن يجي. يعرف الهضبتي اللي هي العجمة والتيه بالقسم الاوسط. وادي في يفصل بين كل ما سبق وادي نصب ووادي فيران بيفصل ما بين اقليم الجبال في الجنوب والقسم الاوسط اللي هو الهضاب. ينتهي القسم الاوسط عند دائره عرض شمال كم شمالا؟ 30 شمالا. يوجد في القسم الاوسط هضبه في الجنوب. هضبه مين اللي موجود في القسم الاوسط؟ طبعا هضبه العجمه.
السؤال اللي بعد كده يا جماعه يوجد في القسم الاوسط هضبه نقط في الشمال، طبعا هضبه التي، هضبه الايه التي. طبعا نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. طبعا لو كان في توفيق ربنا وفقني فيه في الفيديو دوت هيبقى من فضل الله، ولو في تاثير او خطا يبقى من عندي تمام ومن الشيطان. يعني اقول الحمد لله اللي انا قدرت في الساعه ديت الفتره ديت اللي انا اقدر ايه اللي انا قدرت اخلص الاربع فصول دول، طبعا كتار جدا لان انا زي ما انتم شايفين كده بجيب اسئله بالتفاصيل التفاصيل تمام. طبعا انا معظم الاسئله عملتها اختياري، طبعا لو انت رجعت الفصل فصل بالتفصيل هتلاقي فيه اسئله كمان صح وغلط. يعني لو رجعت الفصل فصل بالتفصيل لو انت عايز تستزيد، لو انت معاك وقت والدنيا متاحه معاك، لكن طبعا الاسئله طبعا ممكن عادي صح وغلط تبقى معاك برضو. يعني عاوز اقول لك اللي هي ممكن اصلا لو انت فاهم الاختياري يبقى تمام، لو انت عايز تستزيد تقدر ترجع لكل فصل. احنا خدنا طبعا النهارده اربع فصول، طبعا انتم متابعيني موقع مصر الصحراء الشرقيه الصحراء الغربيه وايه شبه جزيره سيناء. ان شاء الله هنكمل في الجزء الثالث في المراجعه، وقلنا خدنا قبل كده مراجعه السكان يا ريت ترجعوها لانها مهمه. السنه اللي فاتت جاب ربع الاسئله في جيبك كده. اقدر اقول لك يا جماعه ان شاء الله انت لو ذاكرت الاثنين دول كويس قوي، طبعا مش عايز يعني ابالغ بس ان شاء الله تنجح يعني، بس انا مش عايزك تنجح بس انا عايزك تجيب الدرجه النهائيه، وعايزين برضو نبقى في الامان. فان شاء الله اللي هنزل القسم الثالث ان شاء الله اللي هو القسم الثالث من المراجعه ان شاء الله هكمل فيه الاقسام اللي فاضله المهمه تمام. احنا كده خلصنا يعتبر ايه السكان، وخلصنا ايه اول اربع فصول عندنا. طبعا يا جماعه ان شاء الله انتظروا مني بقى الجزء الخاص برضو بحوض النيل ان شاء الله، يعني ربنا يسهل نقدر نغطي كل حاجه ان شاء الله بدون مقاطعه تجيبوا الدرجه النهائيه. طبعا نقول طبعا اللي ما عملش لسه لايك يعمل لايك، ما تتخلوش عليا بلايك، يا ريت نشير الفيديو في كل حته. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، انا من لا يسعني الا اقول في الاخر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.